ونبقى في بريطانيا، حيث قدمت مجموعة من العلماء اقتراح للحكومة البريطانية لإضافة فيتامين دي إلى الأطعمة الشائعة مثل الخبز والحليب للمساعدة في مكافحة كوفيد-19 المستجد. وتشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين دي الذي تنتجه أجسامنا نتيجة التعرض لأشعة الشمس القوية قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا أو المعاناة من آثار العدوى الشديدة. ويعاني ما يصل إلى نصف سكان المملكة المتحدة من نقص الفيتامين، خصوصا في ظل تجاهل المواطنين تناول المكملات الغذائية. ويقول الدكتور جاريث ديفيز، الباحث في الفيزياء الطبية، الذي يؤكد أن فيتامين دي لا يمكن أن يقي من شدة المرض فحسب، بل يمكن أن يحمي أيضا من العدوى. وأضاف ديفيز أن تزويد الطعام بالفيتامين سيحتاج إلى تخطيط دقيق ليتم طرحه بشكل فعال، خصوصا أن الناس الآن يتناولون المكملات الغذائية، موضحا أنه ينبغي اختيار الأطعمة المناسبة للتقوية بعناية.